يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وتسجيلات وحلاوة التسجيلات وكثير من يسجل ويوثق، هناك من يسجل يعني الأحاديث، هناك من يسجل يا لضيف يا لفنان، كثير من مقتنيات والهواة المحبين لهذا التراث تروح عند أي بيت من البيوت القديمة يقول تعال عندي جنطة من أشرطة الكاسيت، وبعضهم يقول لك عندي جنطة من الأسطوانات البلاستيك، وبعضهم يقول لك من الكاترج، وبعدين يأتي المسجلات الكل قام يوثق ويسجل إذا ياله أي ضيف أي فنان تسجيلات يعني، والكويتيين من عمر إلا تجد واحد هاوي ويعشق لهذا التراث يسجل، يحب كان يحب أصوات يحب سوالف يحب فن يحب تاريخ، يعني كثير من البيوت تسجل وتوثق. الآن كثير من هذه التسجيلات يعيدونها ويسمعونها، يمكن في ناس يعني لما نجيب حق الحين شبابنا الصغار أو الأطفال تقول له هذه مسجل يجيب الشريط ويجرب ساعات يجيب الشريط ويقول له يلا بيك تحاول تسجل أو تشغل الشريط راح يشوف في مشكلة معه، أو يأخذ الشريط يحطه على أذنه مو عارف شلون طريقة الآلة. إحنا كذلك يوم كنا صغار نشوف الأسطوانات شلون تشتغل أسطواناتنا ما لحقنا عليها، لكن بعد مدة عرفناها وتاريخها وفنها وطريقة تسجيل وطريقة يعني وشيء يعني كبير في هذا المجال. أيضا كثير من الهواة يعني الكويتيين وكثير من أبناء الخليج يعشقون الفن والتراث، فكثير من الهواة عند مجموعة من التسجيلات من السمرات والجلسات، صارت مناسبة زواج دعا بعض الفنانين وسجلوا، صارت مناسبة تخرج جابوا هالفنانين وسجلوا، هناك يقولك بنحب الفنون البحر، هناك يقولك احنا نحب السامري، ناس تحب العدنيات، ناس تحب الأصوات، وتسجيلات كثيرة. ويوميا اللي يدق يقول لي بعد الوهاب أنا عندي شريط كاسيت ما أدري والله إيش فيه، لكن في مسجلات الآن وصلت تقنيات جديدة أنك تجيب المسجلة وتحطها على الكمبيوتر وتطلع هذه التسجيلات، تكتشف بعض يعني الفنون الجديدة أو بعض الكلمات الجديدة، أو تسمع بعض الفنانين ما أخذوا الشهرة الكبيرة في مجالهم بعد مدة تقول منو هذا الفنان، تسأل اللي قاعدين اللي رايحين تقول هذا الفنان منو منو اللي هالمسجل، يقول والله ما أدري يا عند أبوي ولا عند يدي يا واحد ما عود وسجل. فحلاوة التسجيل ليومنا هناك من يرجع لها يحولها من الشكل القديم إلى الكمبيوتر الديجيتال، وأيضا صارت هناك برامج في تنقية هذه الأشرطة تنقية هذه التسجيلات، ويعني اكتشافات يوميا نكتشف تسجيلات حلوة، تكتشف بعض الفنانين تسعد إذا سمعت فنان مغني حق فنان آخر تقول الله هذه غنية الفنان الفلاني لا مغنيها الفنان. ويعني ما في يعني بيت في السابق وإلى يومنا كثير من يحب هالتسجيلات وهذه الفنون. اليوم معانا أيضا فنان من الفنانين المميزين بالسمرات والجلسات، سجل بالإذاعة والتلفزيون وفنان مميز وله محبينه في الكويت وفي الخليج، خليكم معانا وحياكم الله. نجدد لك التحية عزيزي المشاهد وسعداء بالتواصل مع كل من يشاهد شاشتنا اليوم، ومعانا فنان ابن فنان في يعني مجال جميل في التراث الشعبي، وأيضا له تجارب مع أشرطة الكاسيت يعني في بداية التسعينات بعض التسجيلات اللي سجلها مع كبار الملحنين والمؤلفين، وأيضا عاشق للحان الصوت وفنون اليمن والسامري وكل الفنون الشعبية ودماثة الأخلاق لما تدعيه حق سمرة ولا جلسة ولا الإذاعة والتلفزيون على طول يلبي، وهذا ما يميز الفنان المحب لتراثه لفنه لإذاعته لتلفزيونه، ودائما ما شاء الله يسعد الحضور في الجلسات والسمرات. باسمكم اليوم نرحب بالفنان صلاح حمد خليفة، حياك الله. الله يحييك ويسلمك ويبارك مبارك. الله يسلمك. اليوم سمعت اليوم عن هالتسجيلات وحديثنا عن التسجيلات وتغيرت
تغير الشكل من ذيك الايام طبعا. اليوم علاقتك ما بين القديم والجديد تلزات طبعا. اذا تكلم عن الايام اللي قعداتنا احنا يعني انا بديت يمكن 86 عقب 84 اخذت ثانويه عامه وبديت اتعلم العود. 86 صرت يعني مطرب مشروع مطرب حلو. بديت طبعا بالعزف مساعده طبعا من الفنانين يعني منهم يوسف الجده وعلي العروج كنا يعني هذول اقرب ناس غير يعني الاستاذ الكبير حمد خليفه. لا حمد خليفه ما علمني. عجيب. اي لانه ما يحب احد من ابنائي يعزف. ايه وكان ممنوع عندنا يعني حتى ادش الديوانيه لكن ما لك شغل بالعود. ايه يوم اخذت ثانويه عامه لا بدا يعني إيه مرات اخذ العود لان ما اقدر اشتري عود لازم منه هو الممول. ف قمت يعني نوع اللي ابوق العود وصعد فيه داري فوق. حلو. يعني بس تغاضى عني ولا اول ايام لا ما يرضى ابد كلش. يبي تنتبه حق دراستك اي طبعا هو اهم شيء عند الدراسه. نعم. والحمد لله يوم اخذت ثانويه وتخرجت شكل ما قلت تغاضى عني. نعم. اي بس ما لا تغاضى في فرق ها. ايه. ما هد للحبل لا تقعد يعني دير بالك لا تروح قاضب شويه ايه. خوفه علي بس لا اكثر ولا اقل. تعلمت العود وبدأت السمرات. فايام السمرات قبل تحس يعني مسجلاتها أربع خمس مسجلات صحيح قدامك. طبعا ما في ميكروفونات لا المسجل مسجل وحاطينها يا على مسند ولا على. فصار الجو يمكن ما تشوف الجمهور من المسجلات صحيح. إذا صارت على طاولة كذي وانت قاعد على المطرح مرات ما تشوفها ما تشوف العالم يعني. فهذا كان البدايات يعني ومسجلاتهم كبار. نعم. اي ف كان ايامها حلوه. الله زين انا بسالك يوم تعلمت وبديت ساعات الواحد يسال يعني كذي اول لحن او بديت يعني تدش سمره على الاقل صوتين ثلاثه حافظ. اي نعم. اول صوت تذكر ايش دقيت من اصوات؟ دقيت ملك الغرام حق راشد الحملي. اي عشاق راشد ذيك الفتره كثر. ما دام تذكرتنا بهالصوت ملك الغرام بسمع منك شوي تذكره؟ يلا يلا. ملك الغرام عنانيا في اليوم طال عنانيا حرام عنانيا فاليوم طال عنانيا من لي بقلب أشتري من لي بقلب أشتري من القلوب الغافية الله الله الله. إيه هذا من الأصوات الجميلة حق طبعا الفنان راشد الحملي جميل راشد الحملي وحقيقة كثير من عشقه هالفنان. ودائما وأنا أتذكر فترة من فترات قضيت للقاء ما شاء الله صاحب ثقافة عالية طبعا بالفن والتراث أنا مسميه الموسوعة راشد الموسوعة. إيه والله. نعم. والنعم أبو عبد الله الله يمسيه بالخير والله يشافيه ويعافيه يا رب. ودائما عطاءاته اليوم لنا تدقين عليه وتصنع عليه ويعني والنعم بهالفنان. اخوي صلاح حمد خليفه دائما الفن وطريقه الفن وحضورك وبديت مع هالشباب والتسجيلات والمسجلات. هني
هذه الفترة كثير، خصوصا فترة الثمانينات، في جير طبعا السابق اللي هو حمد خليفة، حمد سنان، والمطربين هذول الشعبيين اللي كانوا مشهورين في التسجيلات، جمعة الطلار وأحمد سالمين، العريفان، الأسماء هذه كلها جيل لها، عبد العزيز سيب، يوسف، فنانين كثار عندنا، وكل واحد له لونه مميز. اي صحيح، ولا جمهوره. صحيح، هذه الفترة أنت بدأت تتأثر وقمت تغني بالسمرات الجلسات والتسجيلات، سعادتك مع هالجمهور هذا، نبي نعرف كثير من الشباب بداية اكتشاف الموهبة من خلال هالتسجيلات. طبعا شوف، يعني أنا يمكن يعرفوني ولد حمد خليفة بس ما يعرفوني مطرب. نعم. يعني أنا رحت البحرين سنة من سنين عند ويا فرقة العميري، طبعا عندهم عرس هناك، ورحت وياهم ما يدرون ان انا مطرب. فقعدنا انا وفيصل عصفور والربع، فقعدنا احنا حطونا نفس المزرعة فيها برشة وفي كذي، اساس احنا شباب. نعم. فاخذنا عود ندندن، فالله يرحمه الشيخ محمد عنده لزمة زر دقعود بعد ولو وصوت، يعني كان يقول لي كان يقول له فيصل عصفور هذا ولد حمد خليفة، وبعد ولد حمد خليفة هاد وداني عنده داخل، أو طبعا وداني الإذاعة سجل لي 15 صوت. الله. إذاعة البحرين. إي بالبحرين، هذه تقريبا 87. أوه ما شاء الله. إي ف لقيت التسجيلات هذه موجوده ولا ما تدري عنها؟ اذاعه البحرين موجوده يعني؟ اي موجوده. عندك عليهم الحين ناخذ التسجيلات. والله اي اكيد. ان شاء الله. اذا موجوده اكيد موجوده، لان انا سجلت بالبحرين اكثر من مره، يعني رحت البحرين. نعم. الاذاعه يمكن سجلت عندهم 3 أو 4. نعم. اي بس هذه اول مره اذكرها، يعني اذكرهم 15 صوت سجلت. حلو. ف البدايه كانت بدايتي يعني صعبة. شلون؟ أنا حاضر تدري الشباب قبل سمرة بالعدلية. يلا ونروح كلنا نبي نحضر سمرة صابقة ونلشى. يا سلام. فما لقينا محطة برا بالحوش. حوش مليان. ما شاء الله. إي المهم شياطين قبل كانوا نصعد الطوفه كذي ونقعد على الوشام مال الباب. الله. فوق. الله يرحمه ابو راشد القصار جاي الكحني من فوق، ولد حمد انزل انزل. عاد يعني ايامها يعني شباب. ايوه مو شباب. زين. فلبس قطره انت يا احمد دخيل. الله. حط قطرته وعقاله ونزلني، غنيت صوتين ملك الغرام. اي ملك الغرام وذاب روحي. يا سلام يا سلام. طبعا الحان راشد. نعم. فالراهبه والقدام عبد الحمد الحجي والمطربين الكبار. اي علي المسعود. يا سلام. وانا يعني كنت صغير يعني. بالعمر يعني. في زفان بعد ها؟ في زفانه. في زفان واللي روسوه منو الكبار. محمد الحمد، مسعود. الله. محمد مطر. يا سلام. الله يرحمه. فكبر منا هذول بالعمر. نعم. فانا قاعد ادق من الخوف، صح شفت الرجفه. مو دقيقتين كذي بعدين لا زين استرسل بعدين. حلو. ومن عقبها العالم ما هدتني. وهذا في شغله اسمها قبول. اي نعم. يعني المطرب يصير عنده قبول وعنده كاريزما الناس تحبه فيه. صحيح. يعني يعني انا بدايتي راشد. الله. وغنيت بهالسمره، يمكن هذه اللي هي بدايه نقدر نقول هذه اول سمره. اول سمره قدام العالم. وكباريه. كباريه. اي انا بالديوانيه عند عادي ويا ربعنا. ويا ربع الديوانيه. الحين عاد تبين عاد ينادونك الكبار دقوا على ولد. من يومها من هالسمره صار كل جمعه بالعدليه نفس البيت عند عماد امان
وبعدين العالم قامت عرفت فلان. وكان ايامنا يعني ما في مبلغ اروح مبلغ حبي كله حبي نعم. والله عازمينك على عشاء تم ايه. بس اذا قلت له تم لازم اروح. الوالد ايش قال؟ طبعا الوالد هني يعني متحفظ؟ مو متحفظ لا يسمع يسمع لكن ما اعطاني الاوكي ايه. لو اقول لك ما تصدق شلون؟ اخر سهر كان في تلفزيون اظن الوطن طبعا ضعوها بالتلفزيون وانا داش تسجيل يعني سجلته من باكر اي من باكر أو يعني هذا المهم الوالد شافه كان يقول الحين احسك بديت توصل اول دريه عجيب ايه؟ اول دريه بعد اول دريه اي اي مع انك هني قاطع شوط كبير اي يعني تو يعني ايه؟ هذا تغريباً. يعني ما سمعك بشريط الكاسيت بلى سمعك بشريط الكاسيت لازم الكاسيت لازم اسمعه ايه واخذ رايه واخذ راي البيت طبعا ايه؟ كلهم ف اجيس النبض يعني بين الربع ايه؟ يعني الاغنيه قبل لا اختارها اذا عجبتني ايه؟ أدقها بسمرة أشوف شنو ردة الفعل شنو ردة الفعل يعني أذكر سالم يا سالم أسأل الله يشافي طارق العوضي دق عليه كان يقول لي في كلام حق دويسان صعب شعبي قلت له قول الكلام قال سالم يا سالم بلغ سلامي الله أنا دقيته يعني كتبته نفس الوقت نفس اليوم عندي سمرة كان أدقيه دقيته خيالي نعم خيالي صح طبعا بعدين طارق سوى له الله جملة لحنية حلوة سوى له اللحن ماله يعني عطى الرونق هذا نعم و شو اسمه على هونه على هونه ايه على هونه أول ما سويتها غنيت أنا الضباط ايه طبعا لا موسيقى ولا شيء بس على العود. هنا على هنا بس شيء ايه ما في على هنا على هنا ايه هذه هالجمله هذه على هنا على هنا تسليم حق الكورال ايه هذا الله يرحمه عبد الكريم عبد الغادر يا للسجود كان يقول حطوا لي فيها تسليمه قلت له شلون عمي كان يقول قول على هنا على هنا اساس الكورال غني على هنا لا اي نعم كان يعتمدها على طول وعمار البني وسجلته ما دام ذكرتنا بهاللحن هذا على هون خلنا نسمعها هذه من هذا يمكن اول شريط صح؟ لا لا ثاني شريط ثالث ما شاء الله خطوة موزونة على هون على هون مشوا الخطوة موزونة على هون بداية مشوا يزين عيون على هون بداية مشوا يزين عيون على هون على هون هذه ما عبد الكريم الله يرحمه الناس بفنونة سحرهم من يشوفون حرن الناس بفنونة سحرهم من يشوفون حبه ولا قلب صغيرهم يحبون حبه ولا قلب صغيرهم يحبون على هون على هون الله 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 من الأغاني اللي خذت حظوة في فترتها وصارت أيضا يعني صارت من بعد من صورتها وحطيت لها طفل صارت كلها قاموا يغنونها حق الأطفال بعد هذه صارت إيه صارت مناسبة حق طفل تو يخطي يعني طاف مرحلة هذا بدأ يخطي ويطيح صحيح فهذه صارت يعني مناسبة والطفل مظلوم يعني أكثر واحد يشتري شريط إيه طبعا الطفل أكثر واحد يشتري شريط يعني صحيح. ويلزم أهله يشترون الشريط صحيح
فالفكره هي كانت يعني اغنيه عاطفيه على فكره. نعم. يعني نعم اي صدق إيه. بس حورها حولتها. نعم. لان احنا انا الجمعه يعني اتغدى ويا الوالد فتجمعون كل اهلي فشفت هذا الخطوه فعلى طول تحولت يعني حتى كلامها يعني كنا بدونية المضاف كل واحد يقول جمله وكل واحد يقول يعني هي القصيده جماعيه جماعيه ها بالديوانيه كتبناها كلنا ورحت وثقتها عند يعني شفنا القافيه ووزنها حلو عند ساهر وقال لي بس خلوها على طبيعتها وعفويتها وهذه نجحت والحمد لله نجحت نجاح كبير. اخوي صلاح كثير من هذه الالوان والتسجيلات الشعبيه بدأت تاخذ الحضور والناس تسمح وتاخذ وبدأت السمرات والجلسات الكاسيت الكاسيت الحين ماكو كاسيت الحين لا الحين ما في كاسيت الحين يمكن صار من التحف تحفه الحين سيدي لا وراح السيدي الحين الفلاشه اي الفلاشه اي الحين تسجيلاتكم في تسجيلات من انت من زمان ما سويت شيء جديد ما حاولت يعني كل الحين سمرات ما فكرت صارت معاك فكره يعني الحين نشوفك ما شاء الله ويانا بالاذاعه بالتلفزيون سمرات نجا لكن ما في كلمات جديده الحان جديده بلا انا مسوي وايد يعني اي بس ما طلعت ما اخذت ما اخذت انا اقول لك يعني تقصير يعني تقصير من شخص معين يعني لان انا وديتهم الاذاعه كاهداء للاسف ما طلعوا اغنيتين يعني انا رحت مره لغاء اساس ان انا مسوي اهيا جاسي مسويها عدني ايه لان لون ثاني يعني لون ثاني بس محافظ على لونها ايه فشنو قلت هالكلام هذا ليش نسي ليش ما جدده بس ما بأجدده اقول نفس يوسف دوخي شيء ثاني يعني بعطي لازم لون اسوي شيء اساس يركز عند الناس يعني اللي اروح عند اهل العدني واقول لهم هذه انا بديت فيها عوادي بعدين هندي قبلت هندي. نعم فالناس يعني استانست منها حلو وانا قبل لا اسجلها يعني انا سجلتها مع فرقه ولا مع آلات موسيقيه وسويتها يعني بالاستديو وهذا وهذا يمكن من قبل سنتين او ثلاث نعم سويتها ونجحت يعني انا سمرات نجحت حلو انا ما اروح الحين سمره يطلبونها مني خلني اسمعها هذا شوقنا خلني اسمعها سمعنا هذا حظي والطريق اللي مشيت وانت ما كنت الصواب بوجهتي بعدها يا زين عن عيني جبيت جميل مسجل خالص اي هذا مسجلها حلو جميل جميل نسمع ان شاء الله بالاذاعه وموجوده طيب. بالاذاعه بس حلو. مره بالاذاعه سووا وياي لغاء
وطلبتها انا قلت قالوا لي عندنا جاز، قلت لها انا مسجلها ومسويها يعني على العدني عدني يعني يمني ويقلب هندي حلو. فقالوا لي مو موجوده بالكمبيوتر. قلت حي اللي اعطيته الكاسيت السي دي ما وصل، ما وصل. عندك منه نسخه؟ تحتفظ انت ولا ما تحتفظ؟ لا انا ما احتفظ. ما انت ما تحتفظ تسجيلاتك؟ كلش ابد. اي هذه مشكله كبيره هذه. زين ما في واحد يعشق صلاح ويحتفظ بتسجيلاته؟ بلا وايد. ايه وايد. هذا احنا ترى ساعات الواحد الحين كثير من التسجيلات الهواة اللي يسمونهم الفانز ها؟ الحين طالعين طالع فانز ملوتي يقول انا احتفظ حق الفنان الفلاني تسجيلات الفلان، وساعات اروح حق فنان معين اقول له عندك، تقول لا والله تلقى فلان عنده كل شغلي. صح. وكثير خصوصا من الفنانين اللي يعشقون التراث الشعبي يعني. لا بس انا اللي يعني ربعي يعني مو مقصرين وياي صراحه. عندهم قناه اي حلو اي باليوتيوب اذا رحت حق بمشاري ديولي فكل ما اسجل عنده يعرضهم. اي هان المواشي الحين عنده بعد قناه الحين طبعا هو من الناس اللي سجل. نعم صحيح معروف. اي نعم. فبدا الحين يعني حتى ذاك اليوم داز لي ان انا حطيت هالمجموعه الاصوات وابي منك بعد الاغاني اذا في عندك. حلو. اليمانيات والعدنيات اللي هذا انا عندي ربع وايد اعرفهم يعني بالاسامي يعني ما في قاعده ما يسجل. حلو. جميل. فانا متى احتاج اذا طلب واحد مني قال ابي منك ابو حمد. نعم صح. قلت على فلان ابي يخليك يدور لي شيء حلو هذا نظيف. والحين حتى يعني فيصل تميمي بعد ما شاء الله عليه تسجيلاته من التسجيلات الصعبه. وهو شوف على فكره انت علاقتك بالسوشيال ميديا من خلال الهواة اللي يحبون واغلبهم الحين ما شاء الله زين. انا يعني الفكره ان كثير الحين من الفنانين اتجه مو للاذاعه ولا الحين كل اتجه انه تكون عنده قناه وينزل او يعني من خلال السوشيال ميديا اليوتيوب انستغرام تويتر. اشوفهم الحين كثير من الفنانين الكبار حط له قناه وياخذ هالاغاني ونزلها في موقعه والناس يصير مثل ما تقول ريع فيها فلوس يعني لان تصير مثل دعايه حق القناه. ما حاولت تتجه حق هذا هالشغله هذه او لا؟ والله ما حاولت ولا ابي لان هذه يبي لها مجابل. مجابل هذه واحده. وانا من الناس اللي حقيقه ما جابل يعني انا مقل بالفن يعني. انا اللحن اذا بسويه يعني لازم اتعب عليه واقعد فيه عدل واجربه بسمره اذا ضرب سجلته عند ربعي اللي عندهم قناه. نعم اي فانا سويت وايد والله. سويت واحدة نفس مغربية مغربي يعني في نوع الهم تسمع أغنية ضاربة يعني جيت وجريت. إيه معروفة. إيه إيه حق نعيمة سميحة. فتقول ها ليش ما سوي واحدة نفسها مغرب على الطراز هذا الجو. إيه أنا سويها يعني أخذ اللقاء المغربي بس أخلي الكلام كويتي. كويتي إيه. زين تأخذ من يعني في أشعار كثيرة ما تغنت. أشعار كثيرة لو تفتح حق ديوان حق أي شاعر تشوف أغاني تشوف أشعار تغنت وفي أشعار ما تغنت. ما حاولت أنت تغوص في هالمجال يعني؟ الله يرحمه غفر له الوالد حمد خليفة أيضا كان يقرأ من هالكتب ويلحن. أستاذ راشد كل أغلب الفنانين الكبار يعني في إن ماكو شعر ما عنده شعر يبطل هال. مو هم اللي سهلوها علينا. هذه ما حاولت انت تطلع ساعات من انا الحين قاعد اشوف النوادر اللي ما انقالت. ايه يعني بمساعده طبعا الناس ربعي. نعم. يعني بمشاري ديولي مره دق علي قال لي في صوت قناه محمد جمعة خان. تملكتم عقلي مثلا؟ لا 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 أهيل النقا. أهيل النقا. أهيل النقا. أي نعم. قال غناء يماني بس لكن على إيقاع الصوت. على إيقاع الصوت. إي صح. إي غناء محمود الكويتي. إي بلحاننا. إي بس جونا. إي أهيل النقا.
حافظه ولا عندي انا هنا يلا موجود. طلع من الكتاب الذهبي هذا ولا الازرق، الكتاب الازرق هذا الكتاب السعاده، نسميه السعاده احنا. ايه هاي النقطه. ايه هذا الله يسلمك الحين كل فنان شعبي الا تجد عنده الكتاب هذا طبعا. اي واحد وتقول انت عندك واحد مباق ولقيته فرحه كانت فرحه اي طبعا اهل النقاء اي نسمع. طبعا هذا اول ما دزل الكلام بمشاري قال لي هذا غنى ودزلي يعني طريقه الاداء حلو ودزلي اداء محمود الكويتي. محمود الكويتي الله يرحمهم اثنيناتهم. فانا اخذت اللي بينهم يلا. قلبي بنار الجو يكوى وعلي منار هجران يكوي عن الشكوى ولي مفردا تبكي اشتياقا إليكم ولي موجة ليست على بعدكم تقوى. يا سلام حلو حلو جميل. ايه صوت حلو هذا. ايه ما قلته نفس اللي هو محمود الكويتي. ايه ما بين هذا وهذا يعني حسيت هالجو. لا انا رحت على محمد جمعة خان. محمد جمعة خان إيه؟ لأن الأداء ماله يركب على الإيقاع. صح. بس إيقاع ترويس هم يسمونه مرواس. ترويس إيه مرواس. نعم. لأن هم عندهم صوت عربي هذا. صح إيه نعم. إيه. فأخذت الأقرب منه هناك. يا سلام. لأن هذا موجود. ولا ولا. نعم. هذا متكرر هذا. بس هذاك لا. وفي راشد الحملي غنى صوت انا امس دقيته اول مره عند الربع اللي هو صوت بعنوان طبعا هو صوت العربي معروف اي صوت عربي نعم بس اللحن غير نسمع. تذكر ايش دقيته امس؟ يشوقني برق من الحي إذا زرع
عرب النسيم إذا سرى تذكر ما ضمت من المرابع المرابع. الله 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 الله. يا سلام، هذا على فكرة لحن من أوائل من موثقة نفس الطور هذا، مطربة عراقية قديمة اسمها سليمة باشا مراد، وغنت على أغنية اسمها يعاهدني لا خانني. لا خانني نفس اللحن، وغنى راشد بنفس اللحن بالضبط. أينا. حلو سريع شوي. أي. وماخذين على إيقاع الجورجينا شوي. أي. على نتعرف المرواس مو موجود في العراق فماخذينه وسجلت اسطوانة. وجميل انك يعني اليوم الناس تسمع هاللون هذا، حلو وايد حلو، اختيار موفق. وجميل انك شوف هذه هني الفكرة الأساسية، ان كثير من هذه الفنون والألوان، احنا تعودنا على كثير من الألوان بالحان الصوت صح، ويوميا لازم نكتشف ألحان جديدة طبعا. طريقتكم يعني حتى في السمرات والجلسات جميل انك تسمعهم شيء جديد. هذا احنا سمعنا وايد حق صلاح حمد خليفة، انا اسمع يعني كثير في ألوان مطلوبة منك، نبي منك هاللحن هذا طبعا، لكن بسمعكم شيء جديد. فأنا هذا اللي أنا قاعد أسويه الحين، من أسمع لحن جديد خيره. إيه على طول يعني بدون لحد يقول لي أبي ولا أبا. أول صوت أبدي بالجديد. إيه علشان أول شيء أخذ عليه حلو أتمكن منه كصوت وكإضافة، لأن أنا أول مرة أغني كلون من حلو الألوان هذه. حلو حلو يعني، فهذا يصير برصيدي. فهذا اللي قاعد أنظر فيه يعني مستقبليا، يعني اسمع صوت الاصوات اللي مو من الدوله كلش. أيه يعني في اصوات كل مطربين غنوا خلينا نقول يسار ما في مطرب مغني، بس في اغاني لا ما نغنى، مستحيل تلقى عند مطرب غير واحد. ترى على فكره من المدارس الكويت يعني ولاده، يعني لما ترجع حق المدارس القديمه وسجلوا، ترى لو ترجع حق اسطواناتهم كلهم سجلوا. يعني انا نادر الحين اسمع في اغاني كثيره ما سمعتها حق عبد اللطيف الكويتي او صوات ما سمعتها ولا مره بجلسه. عبد الله فضاله نادر صح تسمع الاغاني المعتاده اللي قلت عنها الاصوات المعتاده. محمود الكويتي مغني يا رجل فوق 500 تقريبا طبعا، وشيء تغنى وشيء ما تغنى وشيء قاله مره واحده. وخصوصا ترى على فكره في لون من الالوان الغناء نادر ما اسمع احد من المطربين، الاستماع. الاستماع حافظنا استماع ولا انا والله مره سمع، انا سالت الوالد عن الاستماع، يعني في قصايد لونها كذي استماع ولا يعني شيء استماعه بس من غير مصاحبه ايقاع، كان يقول لي استماع اي اغنيه بدون ايقاع. بدون ايقاع اي نعم، استماع هذا استماع. استماع بس استماع اذا انت قاعد يا يبا وما في ايقاعات ودقيت بالعود. اي نعم في ناس هذا يسمونه صح. استماع بس هذا مو كصوت. إيه لا لا هذا مو صوت، هم يبدون فيها اغلب شيء. شفت الحين لما ندش مثلا فنون البحر يبدي بالعدساني. يعني شفت الغالب لسمرة الانس حق الجلسات الفنون البحر يبدي مثلا بعدساني، بعدين يبدي بحدادي. بعدين يبدي بحدادي مخالف، بعدين حجاز، بعدين لهم ترتيب معين. ترتيب بالضبط قبل بالحان الصوت كان يبدون كذي، يبدون اول ما يبدي استماع. ليش؟ يمرن شوي صوته، يمرن ريشته، يغني بدون مصاحبه ايقاع، مثل ما تقول مثل موال كذي، يعني يعطيها الجو هذا. وبعدين قال يبا ورا استماع، يلا الحين ذهبوا مراوشكم غنى صوت عربي، ويبدي ورا الصوت العربي غني. شفت الحين يغنون الشامي ويرد عربي ويرد شامي، بعدين يبدي بخيالي، وبعدين اخرتها ختام. ختام يلا السلام عليكم. الختام اللحن المتداول احمد الله واشكره واثني عليه هذا. ويبدون هذه اغلب الالحان الصوت، وهي كذي يعني هي الجوها. لكن جميل الواحد، لان عبد الله فضاله له كثير من الاستماعات، محمود الكويتي له كثير من الاستماعات، عبد اللطيف وثقناها احنا في تذكر كنت ويانا يوم من الايام مع احمد الصالح الله يذكره بالخير، سجلنا مجموعه من الاستماعات في برنامج دخينه، وتحاولنا ان نوصل هذه المعلومه حق شبابنا. والان اشوف ما شاء الله حلو قاعد نسمع هالاستماعات. لكن برجع وياك
على الأصوات والحان الصوت. الآن جميل أنك تهتم في هذا الجانب وتسمع الألحان المتداولة. القبول عندها الصوت، والحين ما شاء الله اللي أشوفه الكويت أيضا ولادة، يوميا نسمع طبعًا فنانين طبعًا شباب طبعًا. الصوت ما يختفي، ما يختفي أبدا. ايه لا محبينه طبعا، محبينه ولا جمهوره ولا مستمعينه، سواء من الجنسين. ها أنا ما أقصد الشباب بعد، حتى العنصر النسائي الله يحبون الصوت. لو أقول لك ما أصدق. شلون؟ سويت تمسية في مسرح جابر، جابر دار الأوبرا، دار الأوبرا نعم، فن صوت نعم. كلموني وقلت لهم أساس أنه صوت، كنا إحنا مطربين صراحة. نعم. كلكم مطربين صوت أغلبهم. إي اعتذروا، تميت أنا بروحي. ساعة ونص. الحضور نسائي. تفاجأت بالحضور. الله، ومتفاعلين ويا الصوت ها والألحان. يعني وشربكون يمكن بعد. خلصنا. إيه. ما حد يبي يقوم. إيه. إي والله. إيه. يبون بعد. نعم. قلت لهم أنا والله ما عندي شيء، بس اللقاعات ملتزمين والصالة هي ملتزمة، يعني في شيء ثاني يعني. نعم. فهذا اللي حببك إن المستمعين. نعم. وناس في متذوقه حق هالصوت. صدق على سالفه الالحان، يقول لي واحد من اهلنا من الخليج يجون يقول صدق لما ندش الكويت ونسمع الالحان الصوت يا رجل زحمه زحمه، يعني مطرب يقوم مطرب يقعد، خصوصا الشباب، خصوصا في سواء الاصوات، يعني حتى يصير ماكو دور له من كثر الزحمه. اي والله. غير اهل المرواس اللي يروسون طبعا، على قولتك تقول اربعه يقومون واربعه يقعدون. ايه ها، وكل واحد هيمه ولعب، يعني تحسهم درجه اولى. عجيب. ايه يعني اللي يقعدون لا تسمع المرواس. يا سلام. يدش بالراس. يا سلام. لكن انا عندي سؤال. تفضل. شنو علاقه اهل الصوت بالحمام؟ ليش كل اللي يحبون الصوت يحبون الحمام؟ لان اهل البر. اهل البر. اهل البر. إيه. وتجمعون. ايه يعني خاصه ايام الشتاء. ايه تجمع كله بالبر. بر. ايه وسوالف عن الحمام وسوالف عن دواويننا احنا كلنا. يعني انا اللي اعرفهم ربعنا المطربين الشعبيين اغلبهم هالحمام، لان الكويت ترى يا بحر يا بر. بر. وشلونك اليوم يا الحمام ولا من زمان عنهم؟ لا بالحر يعني خفيف يعني احنا بالشتاء يعني. وسوقهم زين للحين؟ السوق زين؟ لا انا مالي شغل بالسوق، احنا هوات. ايه. تحب. ايه. احنا يعني انا ديوانيتي بالشتاء. حلو. الربع كلهم عندي بالمخيم هناك. ايه. وقعدتي بالمخيم. حلو. ومرات انام بالمخيم. ايه. على حسب الجو. ايه. الجو ايه. الجو الشتاء مو مال ديره. اي والله. ايه. ولا مال بحر. صحيح صحيح صحيح. مال هالبر. هالبر نعم. ايه. نعم. وهوايات وايد ترى عندنا. نعم. مو بس البقيات. ها. ايه. وطائره، دورات طائره. ايه. وقدم. صح. هي رياضة، هي تسلية، سالفة، وناس. أنت لما تروح حق تسير، أنا أروح مشي والله أسير حق فلان ومني حق سكانة شاي، مو عشان سكانة. ترى بعد هم مبدعين، مبدعين بعد بسكانة الشاي طبعا. ها ايه. كل واحد يدق عليك يقول لك تعال اشرب عندي سكانة شاي. تعال. ساج يلا ساج. لأن هذه دوانية. صحيح صحيح. وهذه الدوانية دواوين، أنت تروح تأخذ ثقافات من هالدوانية والدوانية، يعني تستفيد منها أنت كشخصك يعني. نعم صحيح صحيح. يعني هذا مواضيعهم غير، هذول مواضيعهم غير، أنت تأخذ وتلم منها المواضيع. صحيح. سوي عندك شخصية، سوي عندك إرادة. صحيح. سوي صحيح. عندك يعني عزيمة قوية حتى تعرف تدير الدوانية. اي والله. لان الديوانيه مو سهله، انا بطل ديوانيه وبس. صحيح صحيح. مشاكل فيها. نعم الله يعطيك. لازم تحكم عدل. صحيح. قواك الله. اليوم سعدت بحضورك اخو صلاح حمد خليفه، واستمتعنا بهالحديث والالحان الجميله والاصوات، ودائما يعني نسمع ان شاء الله في هالجلسات وهالحفلات. وجميل الكويت ما شاء الله، محبة وعاشقة لهذا التراث. طبعا. وتراثنا جميل، وهالتسجيلات ما شاء الله ليومك الحين قاعد توصلنا عن طريق الواتساب. ها نعم. كل ما صارت سمرة من السهولة، قبل ننطر الشريط من باكر عشان ينسخون منه. نعم. الحين أبد يطلع من السمرة يدز لك إياها على الواتساب. التقنية زادت. تقنية وتطورت. صحيح. صحيح. ولا يعني تطلع لايف بعد عن طريق الحين يبثونها لايف. والحين صار هو يسجل كاميرا. صحيح. صحيح. الحين الجهاز اللي يبونه هالكبرة. نعم. حطونه
تطلع شاشه كذي تصور على الهواء. صور اي نعم صور الجلسه صح. فيديو اي صح اي نعم قاعد اشوف الحين تمراتكم كلها على الهواء الحين. اي والله كل السمرات الحين اغلبها مبطل انستغرام او التويتر لان في لايف يحط السمرات. خله هذا عن طريق التليفون هذا 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 مسجله وفيها كاميرا وفيها كاميرا يا سلام يعني طلع لك كم فيديو كامل صحيح كامل. ونظيفة بعد وتسجيل حلو حلو مثل هالشاشتنا هذه. تحياتي لك الله يسلمك وقواك الله. الله يسلمك ويقويك. سعدنا اليوم حقيقة بهاللقاء الجميل مع أخونا صلاح حمد خليفة، لكن ما دام إحنا ويا صلاح أيضا الفنان الشعبي إلى حضوره ومحبينه وعشاقه الفنان الكبير حمد خليفة. حمد خليفة سجل العديد من الأسطوانات وشارك العديد من الفنانين والسمرات والجلسات، له حفلات أيضا على حفلات أيام نقدر نقول الأسود والأبيض، تسجيلات في مسرح الأندلس، وأيضا شاعر مميز عنده كثير من القصائد يعني، وأيضا لحق على كثير من شركات الأسطوانات وسجل مع شركة بوزيد فون مجموعة من الأسطوانات. سمعنا في حلقة سابقة صوت من الأصوات اللي غناها حمد خليفة، واليوم قلنا أيضا نستذكر هذه الأصوات وهذه الألحان اللي سجلها على أسطوانة من أسطوانات البلاستيك القديمة. وحمد خليفة يعني أيضا في له أسطوانة كممثل بعد، سجل يعني تمثيلية حلوة كذي وفيها موضوع يعني قضية كذي من القضايا الاجتماعية، وله مشاركات يعني مع فنانين، وجلسنا معاه فترة من فترات كان يحضر بعض الدواوين ونقعد نسولف وياه، ورجل هادئ ومحب للتراث ومحب للكويت ومحب للفن. وسجل في إذاعة الكويت مجموعة من التسجيلات، فنان شعبي من الدرجة الأولى، مصاحبة كمانجة، مصاحبة إيقاع مرواس، سجل عدنيات. وبسمعكم من هالأسطوانات ومع هالأسطوانة الجميلة حق حمد خليفة رحمة الله عليه، كل التحية من أسرة البرنامج وفم الله. Thank you.